مساء الخير، مليون مبروك لكل الأهلوية ومليون مبروك لكل الشرفاء. حلقة اليوم بعنوان المارد الأحمر يهزم العهر التحكيمي. فعلا مفيش بني آدم عنده ذرة من الشرف والأخلاق إلا وكان قاعد اليوم محروق دمه ومش مصدق اللي بيحصل. والله العظيم يا جماعة دي حرب علنية وحاجة قمة الفجر. عيني عينك بقت الماتش خلاص، انت نازل انت عارف ان انت بتلاعب 11 لاعب وتحكيم طقم تحكيم مفيش أسوأ من كده. انا ما شفتش في حياتي بجاحة، ما شفتش في حياتي كائن انا مش عارفة اوصفه بايه. والله انا طول الماتش مش مصدقة ملاكي للدرجات دي. يعني الناس بتحسب بينالتي، الناس بتطرد لاعب، الناس بيبقى ليها سقطات، لكن انت سقطاتك هي اللي كانت كويسة وانا حتى مش لاقي اي سقطات كويسة ليه. فعلا طقم تحكيمي من أسوأ ما يكون على مدار طول السيزن ده، انا ما شفتش أسوأ من كده والله العظيم. يعني انا طول الماتش قاعدة عمالة يعني خدت زنوب على قفاك غير طبيعية. المباراة فعلا فيها كم وقفة كده محتاجين نقول الراجل ده لازم يتوقف، الراجل ده ما ينفعش يحكم كرة تاني. كل اللي بيتفرج عليه، كل الناس اللي بتراقب المباريات فعلا لازم تقول للكائن ده انت لا تصلح تحكم مباراة في مركز شباب. فعلا فاشل من الدرجة الأولى. بداية كده من الدقيقة 13 في الشوط الأولاني لما اتحسب بينالتي للأهلي وقعد 17 دقيقة تقريبا، حد كان بيقول له نكت تقريبا، ما كانش الفار بيكلمه، ده كان بيوزع عليه نكت. من وقفته لمشيته لحركاته مع المقصة على الغلاف هتلاقوا الصور بتاعته، ويحضن اللعيبة بتاعت المقصة ويقول لهم استنوا، ويتكلم مع الجول كيبر، وطريقته كانت باينة جدا. اللي بيفهم في البادي لانجويج كان عارف مليون في المية ان الكرة دي مش تحسب بينالتي، هي صح او غلط مش ده موضوعنا، لكن طريقته ووقفته وحركاته كانت بتنم على ان ده مليون في المية هيبقى ماتش قاسي جدا على النادي الاهلي، وهيبقى حكم فاجر بمعنى الكلمة. وفعليا قال لك لا مش بينالتي. بعد كده سبحان الله كورة بقى للمقصة اللي هي ما فيهاش حاجة اصلا، قال لك بينالتي ورجع وبيتشيك الفار برضو. مشيته وجريته هقول لكم يا جماعة كانت باينة مليون في المية، وانا على صفحة الفيسبوك من قبل ما تتحسب وانا نزلت بوست وقلت خلاص الصورة بتعبر عن الموضوع ويعجز الكلام عن التعبير. يعني الموضوع مش محتاج ان احنا نقول اصلا هيحسب او مش هيحسب، هي كانت باينة عليه. تختلط بينالتي للمقصة من لا شيء، مرة امبي مرة اسماعيلي مرة المقصة، وما زال المسلسل مستمر. والراجل ده هيفضل طول ما فيش وقفة معاه هيفضل يظلم في النادي الاهلي وهيفضل فاجر، لان ما فيش اي حد بيوقفه عند حده سبحان الله. ويجي هدف مليون في المية مليار في المية صحيح لمحمد شريف يتلغي، بس يا اخي ربنا ما بيرضاش بالظلم، فعلا ربنا ما بيرضاش بالظلم. الاهلي الشوط الثاني عمل عظمه، اكلهم النجيله. لا بقى الاخ عاشور ولا الاخ بتاع الفار ولا مليون حد ظالم يقدر يقف قدام النادي الاهلي. في الشوط الثاني عمل عظمه، وخصوصا بعد خروج اجاي اللي انا يعني بالنسبه لي المآخذ على موسيماني في الماتش ده ان هو بدا بيه، وانا من وجهه نظري شايفه ان اجاي كفايه كده، انت زعلان وعايز تمشي وبتطالب باللعب، لعب ايه يا عم الحاج؟ انت كنت الثغره اصلا في النادي الاهلي اليوم، مش هتكلم على اي حد من اللعيبه، بس يعني اجاي بصراحه نفخنا، كان سيء جدا وخروجه كانت نقطه تحول فعلا في اداء النادي الاهلي. طيب اجمالا كده النادي الاهلي كان عنده ميس باس كتير قوي، وكان مشكلته الشوط الاولاني انه كان عنده بطء غير طبيعي في بناء الهجمه. انت بتبني الهجمه من ورا بالراحه جدا، وده ادى فرصه للمقصه ان هم يعملوا فاولات كتيره اللي ما كانتش بتتحسب اصلا. اكرم توفيق يا ربنا يستر عليه بعد الكوره الغبيه اللي لعب المقصه دخل فيه، وان شاء الله يبقى سليم وما يبقاش فيه اي اصابات او حاجه. لعب عنيف جدا من المقصة، وكانوا بيتعمدوا إزاء اللاعبين على الرغم ان التصريحات قبل الماتش ان لا هم يعني هيمثلوا مصر والجو العبيط ده، بالعكس انا كنت شايفه ان في تعمد إزاء غير طبيعي من كل لاعبي المقصة في حراسه الحكم، كان مساعدهم جدا. فاولات من الهوا كانت بتتحسب للمقصة ما فيهاش حاجه، فاولات للاهلي زي كره اكرم توفيق دي اللي ان شاء الله تبقى عدت عليه سلامات وما فيش فيها اصابه، دي كانت كره فاول ما اتحسبتش اصلا اي حاجه. فعليا مباراة تحكيمية من أسوأ ما يكون، وإحنا ادينا فرصة بالتباطؤ في الشوط الأولاني، ولكن الشوط الثاني كان حاجة كويسة جدا وعظمة. الحمد لله الحمد لله النادي الأهلي ركز ولعب كويس وعمل اللي عليه. موسيماني كالمعتاد لمسة مدرب باينة جدا في الملعب،
الناس اللي بتقول لك اللعيبه 100%، وموسيماني ليه دور مهم جدا ولمسته باينه جدا جدا. عايزه اقول مليون مبروك لعوده ملوك التسعين، عشان النادي الاهلي كان بقاله فتره مش بيسجل في الوقت بدل الضايع، كانت دي ترند بتاع النادي الاهلي. للاسف الفتره الماضيه الموضوع كان بالعكس، بقالنا ماتشين بنسجل في بلس 90، فدي حاجه كويسه جدا وحاجه فال كويس باذن الله. عايز اقول كل لاعبتنا رجاله وعملوا عليهم اليوم، من اول شريف اللي بيلعب كل ماتش احسن من الماتش اللي قبله، شريف المخيف عظمه على عظمه بجد، شابو يا شريف. للشناوي اللي بيلعب وهو مصاب اليوم، ربنا يستر عليه يا رب، وباذن الله يعمل مباراه عمره في الفاينل يوم السبت ان شاء الله. واختم بجد بالعظيم بقى 19، ولدنا 19 بجد ساحر زي ما قلت لكم في كل الفيديوز اللي قبل كده. يا جماعه قفشه لما بيبقى فايق بيعمل عظمه، الراجل ده جاي من حته تانية. الكوره الجول الرابع من نص الملعب كانت مع لاعب المقصه، قطع الكوره ورفع عينه وبص وحطها بالمسطره، لا الجول كيبر طالع بره، كل الناس قاعده حواليا قاعده بتشتم، ايه يا عم اللي بتعمله ده، مفيش حد قدام الراجل يا جماعه، بجد صاروخ، لعب صاروخ بالمسطره لما لقى الجول كيبر طالع قدام حطها في المرمى بالمزوره. يا جماعه قفشه يعني ربنا يبارك لك يا رب، فعلا المجهود اللي هو بيعمله كان مستحق ان هو يتكلل بهدف، سعاده غير طبيعيه بجد، سعاده غير طبيعيه. وهنهي الحلقه بمباركه طبعا مليون في الميه، المباراه اللي كانت صعبه جدا جدا، والاخر لحظه نهائي اليوروبا لما كنا خلاص قاعدين هنموت بين ايطاليا وانجلترا، والحمد لله الحمد لله كنا متاخرين 1-0 وعملنا جرينتا. وبعد إصابة كيزا فعلا الناس كلها اللي بتشجع إيطاليا عصابها كانت في رجليها، لأنه فعلا كان نجم المباراة الأول، والحمد لله كسبنا وأخدنا البطولة. مليون مبروك لمنتخب الأزوري، وبإذن الله هتبقى الفرحة فرحتين بالتتويج بإذن الله يوم السبت، وكل التوفيق للنادي الأهلي وتصبحوا على خير. Thank you.